سياق عربي من الموقف الأوروبي الدعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الذي يشن على قطاع غزة والذي خلف أكثر من 1100 شهيد حتى الآن وحوالي 5000 مصاب. انقطعت الكهرباء بشكل كامل، هناك دعم أعمى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، دعم عسكري، دعم سياسي، دعم مادي، هناك أموال تجمع دعم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض الدول الأوروبية، هناك إجراءات حازمة. إنما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وعمل عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجددا أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس